بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يعني حضرتك لو حافظت على 200 صلاة متواصلة، 40 يوم، 40 يوم 5 صلوات متواصلة تدرك فيها تكبيرة الإحرام، تحصل براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وده أجر عظيم جدا جدا جدا، والعمل لا يفعله إلا القليل جدا جدا جدا، لأن من الصعوبة بمكان طبعا إلا أنا أقدر أحافظ على 40 صلاة، كل صلاة بما فيها صلاة الفجر وصلاة العشاء وكل الصلوات أدرك فيها تكبيرة الإحرام. بس إيه هو ضابط إدراك تكبيرة الإحرام؟ جمهور العلماء قالوا إنك تكون في المسجد والإمام يكبر وأنت تكبر وراءه مباشرة. ده تفسير جمهور العلماء، وده المعنى المعروف عند المسلمين. الأحناف قالوا لا، قالوا إدراك تكبيرة الإحرام المقصود به هو إدراك الركعة الأولى. يعني لو أنت جيت والإمام في الفاتحة أو حتى في السورة اللي بعد الفاتحة، ما دمت أدركت الركعة الأولى فأنت بذلك أدركت تكبيرة الإحرام. وطبعا ما عندناش نص، قد يكون كلام الأحناف أصح من قول الجمهور لأن مفيش نص في المسألة. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول علشان الناس اللي نفسها تحقق هذا الحديث ممكن تحققه على مذهب الأحناف، وده مذهب سني، مذهب معتبر. يعني أعمل إيه؟ يعني حضرتك تحاول تلحق الركعة الأولى 40 يوم متواصلة، وإن شاء الله يكون لك أجر هذا الحديث أو الثواب اللي موجود في هذا الحديث. كده الموضوع بقى أيسر، لأن مش مطالب يبقى تبقى عاقب الإمام مباشرة. لا، الحق الركعة الأولى، لحقت الركعة الأولى فأنت بذلك أدركت تكبيرة الإحرام على المذهب الحنفي، وإن شاء الله تنال هذا الثواب الكبير. يبقى جرب الأول هذه المرحلة، إن استطعت أن تحققها يبقى حاول تحقق المرحلة الثانية، وهي إدراك تكبيرة الإحرام عقب تكبيرة الإمام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.